Elon Musk is a billionaire, an inventor, a scientist, a designer, and one of the world's most innovative minds. So you decide you want to try and do this. And do you look at it as, why did you decide transport was the most important thing? I mean, I think we would regard living on Mars as... No, that's the relatively easier thing. Yes, absolutely. So we could live on Mars, just getting there is the problem. Yes. Well, Mr. Musk, let's see how relatively easy living out there is. طابت أوقاتكم يا أخوان، عمرك تساءلت هل نستطيع العيش على كوكب غير الأرض؟ في الواقع خياراتنا ليست كثيرة، فهذه الكواكب الأربعة الغازية لا تملك أسطح صلبة للهبوط عليها، فاستيطانها شبه مستحيل. وبهكذا تبقى لدينا ثلاث خيارات. عطارد أيضا ليس بالخيار الجيد، فغلافه الجوي رقيق جدا ولن يحمينا من أشعة الشمس الضارة، فهو قريب جدا من الشمس التي ستبدو هناك ثلاث أضعاف حجمها على الأرض. ودرجات الحرارة فيه لن تكون مريحة، فهي تتراوح بين 430 درجة في النهار إلى سالب 180 درجة في المساء. وقد تعتقد يا صاحبي بأنه الأكثر سخونة في مجموعتنا. هذه السمة تذهب لخيارنا الثاني، جارنا كوكب الزهرة. يعد هذا الكوكب توأم الأرض، فحجمه يصغر الأرض ب5%، ورحلتنا إليه ستستغرق حوالي 100 يوم فقط. يبدو واعدا ها؟ لكن كوكب الزهرة مختلف عن بقية الكواكب، فهو يدور عكس جميع الكواكب الأخرى، وبالكاد يلتف حول محوره. فقضاء يوم هناك سيستغرق 116 يوم على الأرض. الهبوط على كوكب الزهرة سيكون مستحيل باعتبار أن السطح مغطى بغاز ثاني أكسيد الكبريت السام. ولو فرضنا أننا وفقنا بالهبوط على سطحه، فالبيئة لن تكون مناسبة لأجسامنا التي ستسحق هناك، فالضغط يصل إلى 90 ضعف ما نشعر به على سطح الأرض، ناهيك عن درجة الحرارة المهولة التي تصل إلى 462 درجة مئوية. هذه الحرارة العالية جدا قادرة على إذابة الرصاص. وقد يتساءل أحدهم لماذا هذا الكوكب أسخن من هذا، مع أن هذا أقرب للشمس من هذا. السر يكمن يا رفاق في الغلاف الجوي للزهرة، فعلى عكس كوكب عطارد فإن الغلاف الجوي للزهرة كثيف جدا، وعندما يتعرض لأشعة الشمس فإنه يحفظ حرارتها داخله. ولنفترض أننا استطعنا النجاة من هذه الحرارة العالية، اكتشاف الكوكب لن يكون سهل أبدا، فكوكب الزهرة لا يملك مجال مغناطيسي يحميه من الإشعاعات الكونية. هذا يعني خطورة التعرض لتلف الخلايا والسرطان واردة جدا، مما يدعو العيش على الزهرة غير واعد تماما. الأمر الذي جعلنا نركز على خيارنا الأفضل، كوكب المريخ. أي نعم أصغر من كوكبنا بالنصف تقريبا، لكنه يتميز بوجود الأساسيات الضرورية لدعم الحياة. فالمريخ يملك مصدر طاقة قادما من الشمس، ويوجد الماء على هيئة ثلوج في القطبين، ولديه بعض العناصر المهمة. ولو ذهبنا للعيش بالمريخ لن نواجه مشكلة بالتكيف مع طول الأيام، فاليوم هناك أطول من يومنا بحوالي نصف ساعة فقط. لكن هنالك نقطة مهمة يفقدها الكوكب الأحمر، غلافه الجوي رقيق جدا ويعادل 1% من كثافة ما نملك على كوكبنا. هذا يعني أن الضغط المسلط على أجسامنا هناك سيكون قليل جدا، والذي قد يبدو ليس مزعجا كأجواء الزهرة، لكنه في الواقع معضلة كبرى. درجة غليان الماء تعتمد على الضغط، وكلما قل الضغط قلت درجة الغليان. فتحضير كوب قهوة على قمة إيفرست مثلا أسرع من تحضيره على قاع الأرض، فالماء سيغلي هناك عند حوالي 60 درجة مئوية فقط، باعتبار أن ضغط المناطق المرتفعة منخفض. ودرجة حرارة الجسم البشري الطبيعية هي 37 درجة، وبما أن الضغط في المريخ قليل جدا فستغلي المياه داخل أجسامنا، والتي تعتبر طريقة شنيعة للوفاة، فسيكون التسكع عندها على سطح المريخ بدون الزي الفضائي
غير محمود أبدا. المريخ على الورق يبدو الأنسب للسكن، والتقنية يا رفاق ستلعب دور رئيسي في استيطان الكوكب الأحمر، فالسكان سيحتاجون إلى بيئة مكيفة ومضغوطة بشكل مناسب. إيلون ماسك يخطط لإرسال البشر إلى المريخ بحلول 2026، فلو فعلا حدث ذلك، هل سيكون الكوكب الأحمر وجهتك المقبلة؟